المنقوشة. مرحبا، اليوم رجعت لكم مع قصة مثل بتعرفوا وأكيد بتحكوا. شو هو؟ خليكن معنا. المثل اللي رح نحكي عنه اليوم بيقول خدوا الحكمة من أفواه المجانين. أكيد كلكن بتعرفوه سمعانينه وحاكينه كمان. إمتى منحكي هالمثل؟ منحكي وقت منكون عم نفكر بقصة وما عم بنلاقي لها حل، وبعدين بيجي حدا مسكين أو درويش بيقول كلمتين بيوحولنا بالحل، أو منقوله بشكل عام وقت حدا درويش أو ما بيعبي عيننا بيقول كلام فيه حكمة ومعرفة. بقى شو قصة هالمثل وكيف انحكى أول مرة؟ بتقول الحكاية إنه كان في رجال غني كتير توفى ببلد بعيد، ووصل خبر وفاته لأولاده. قام إجا ابنه الكبير حدد يوم ليعملوا فيه عزا، بس إخواته البقايا ما وافقوا على الفكرة وشافوا إنه ما إلها داعي، والأهم من هذا الحكي إنه يقسموا الورثة. قال لهم الأخ الكبير استنوا بس أسبوع منعمل العزا وبعدين منعمل اللي بدكن ياه، بس الإخوات ما وافقوا. حاول يقنعهم إنه من حق أبونا علينا نعمل له عزا، وإنه شو بدهم يقولوا العالم علينا ونحن عم نتقاسم الورثة وأبونا ما صار له يومين متوفي. بس عبس عبس ما كانوا يقتنعوا وقرروا يروحوا لعند القاضي مشان يتحاصصوا. حمل حاله هالأخ الكبير وراح لعند رجال حكيم معروف بالمنطقة بعلمه وتفهمه وحكمته ليطلب المشورة. وقت حكى المشكلة لهالرجال الحكيم جاوبه إنه فعلا مشكلتك صعبة وراح تلاقي لها حل عندي، بس روح لعند فلان الفلاني بتلاقي عنده الجواب الشافي. رد عليه الشاب بس فلان مجنون، يعني عقلاته على قده، بقى كيف بده يحل لي مشكلتي يلي عجزوا عن حلها العاقلين؟ قال له الرجال الحكيم انت اسمع مني وروح لعنده وراح تلاقي عنده الحل. والله هالشاب ما كذب خبر وراح لعند الرجال المعروف بالمنطقة انه عقله على قده وحكاله المشكلة. رد عليه الرجال ومين قال انه ابوك مات؟ قال له الشاب الناس يلي بيعرفوه بالبلد يلي هو فيه بعتولنا مكتوب وخبرونا. قال له الرجال اي روح قول لأخواتك يجيبوا شهود إنه أبوك مات قبل ما يبقوا يحكوا بالورثة. لمعت عيون الشاب قال له ايه والله كيف ما اجت هاي ببالي؟ ويوم اللي طلب القاضي الأخوات مشان تقسيم الورثة بناء على طلبهم اجا الأخ الكبير وقال لهم بس أبي ما مات. اطلعوا كلياتهم فيه مصدومين، قام سألهم القاضي عندكن شهود إنه أبوكن مات؟ قالوا له لا، لأنه أبونا مات ببلد بعيد وما حدا بيقدر يجي لهون يشهد أنه أبي مات. قال لهم القاضي بدكن تجيبولي شهود طالما أنتم مو متأكدين من الخبر، ما بينحسم الموضوع إلا بالشهود. وضلت القضية معلقة سنة ونص عند القاضي. قام قال لهم أخوان الكبير لو صبرتوا أسبوع ما كان أحسن؟ ومن بعد هي القصة درج على لسان الناس مثل خذوا الحكمة من أفواه المجانين. سلام. المنقوشة.